بعد سلسلة طويلة من التغريدات المسيئة لمصر وللمصريين، 15 يوماً للبغيلي على ذمة التحقيق. حيث أصدرت النيابة العامة بالكويت قراراً باحتجاز الصحفي مبارك البغيلي 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التي شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر. وكانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين مبارك البغيلي بتهمة استخدام حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للدولة المصرية، وإنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر لبث أكاذيب لا أساس لها من الصحة، والإساءة للعلاقة الطيبة بين شعبي البلد، وجاءت الدعوة المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر، مستغلاً بذلك اسم الكويت من خلال حسابه في تويتر. وبيعه نظيرا مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسيه الفلسطينيه احدهما مقيم بقطر والاخر مقيم بالاردن لاثاره الفتنه بين الاشقاء العرب وخلق فتن بين المواطنين والمقيمين في الكويت حيث اثير جدلا واسعا مؤخرا بعد تكرار التغريدات المسيئه لمصر وللمصريين مستخدما ازمه فيروس كورونا التي يعاني بسببها العالم كله وعبر في احدى امنياته ان تنتشر كورونا في مصر وتتحول بؤره للوباء كما اتهم الدوله بانها لا تعلن الحقائق عن الفيروس وبعد سلسله طويله من التغريدات المسيئه رد الكويتين عليه بتوضيح جهله وضيق معلوماته ووصفوه بالمرتزق عظيم الانتماء للعروبه وللكويت ووصفوه بالمفلس فكريا